بتسعة شباط من كل سنة الكنيسة بتعيد راهب وشفيع وأب الموارنة لقديس مارمارون. كلمة مار بتعني السيد، وهي تصغير لكلمة موران يلي بتعني السيد الأكبر، وهو من أشهر شخصيات كنيسة السريانية الإنطاكية المارونية. خلق قديس مارمارون تقريباً بسنة 350 بشمال سوريا، وكان صديق القديس يوحنا فم الذهب. بسنة 398 راح واعتزل بكالوتا بمدينة حلب وقضى أيامه بالصوم والصلاة. كان عنده القدرة على شفاء الأمراض الجسدية والنفسية، فكان يجوا لعنده الناس من مناطق مختلفة ليشفيهم. من بعد ما مات مارمارون سنة 410 بشروا تلاميذه أهل لبنان، وسنة 1999 انتقلت زخائره من إيطاليا إلى دار كفر حي البترون. وبتخصص الكنيسة قبل عيده بـ8 أيام صلوات لتكريمه ابتداءً من 1 شباط.